طب قولي لي يا استاذه يوستينا، يعني حضرتك كلميني شويه عن قطاع شؤون الجمعيات دوت، ايه بالظبط الدور اللي حضرتك مديره هذا القطاع؟ ايه الدور المنوط بقطاع شؤون الجمعيات وازاي بيساعد؟ احنا طبعا سعداء جدا بالنقطه اللي حضرتك قلتيها، فكره انه بيخش قالوا صراحه كده، هنخش القريه هنخش كلنا ونخرج كلنا، مش واحد يفحت والتاني يردم، يعني التكامل ده. الرئيس للموضوع ده بصراحه احنا بنقتصدها دايما منه ومنتهى الفخر ان هو كان دايما بيقول كده. السيد رئيس في 2019 وحتى الان لما بيجي يتكلم عن الموضوع بيقول احنا مش هندخل القريه ونسيبها وهي ناقصه حاجه. ايوه. بالعكس، احنا هندخل نشيلها كلنا ونعمل فيها كل حاجه بحيث ان احنا ما ندخلش القريه دي تاني، القريه دي تكون قادره على وجود دخل مستدام وتكون قادره على تكون خلاص يعني ابتدت تمسك محراث التنميه بقى وتبتدي تكمل بقى هي تمام. بطريقه تمشي نفسها بقى بانتاجها وبشغل اولادها. بالظبط. تمام. طيب تكلميني بقى عن قطاع شؤون الجمعيات. احنا قطاع شؤون الجمعيات في مؤسسه حياه كريمه، هي مؤسسه مشهوره من وزاره التضامن الاجتماعي. بنقعد مع الجمعيات بنبتدي نشوف كل جمعيه ايه جهودها، ايه بتعمل، ايه الحاجات المميزه بيها على الارض، خدماتها بتخدم اني فئه مستهدفه من الفئات اللي عندنا. وبنبتدي نعمل معاها شراكات تعاون بحيث ان احنا والجمعيه الثانيه دي بشراكه التعاون دي نبتدي نضخ الخدمات بتاعتنا داخل التجمعات الريفيه المتعدده اللي موجوده في صعيد مصر. احنا شفنا اتفضلي. من ناحيه ثانيه احنا بنحاول نخدم كمان الفئات المستهدفه للناس دي، يعني مثلا احنا عندنا فئاتنا المستهدفه هي ذوي الاعاقه، الاشخاص من ذوي الاعاقه، المراه المعيله، المسنين وكبار السن، وعندنا كمان الشباب العاطلين عن العمل، وعندنا المراه، احنا قلنا المراه المعيله طبعا، الاطفال والايتام طبعا. طب قولي لي، عايز اسالك، احنا عرضنا قبل كده شيء من جهود الجمعيات زي راعي مصر وصناع، ويعني جمعيات كتيره كانت شغاله معاكم، حضرتك القطاع بتاعكم هو ده اللي مسؤول عن تنسيق الجهود، مين هياخد انهي قريه ومين هيشتغل في التنميه العقاريه، مين هيشتغل في البنيه التحتيه، هو ده الاساس في فكره القطاع؟ مش طبعا، هي من ناحيه بنكون قائمين بالشغل ده، التنسيق على الارض لعمل الجمعيات على الارض. بس فكره ان مين ياخد كل قريه دي مسؤوليه الوزاره، وزاره التضامن الاجتماعي. احنا قلنا ان حضرتك احنا كل اجهزه الدوله بتتعاون لتحقيق حياه كريمه على الارض للفئات المستهدفه وللتجمعات الريفيه. احنا معانا كل كافه الوزارات المعنيه بالامر، كافه الوزارات يعني من غير استثناء طبعا لاي وزاره. على راسهم رئاسه الوزراء. معانا 23 جمعيه على الارض، كل دول قائمين معانا. طبعا الهيئات بتاعه الهيئات الحكوميه زي هيئه المشاريع الصغيره والمتوسطه، زي هيئه زي الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، زي جهاز يعني كل الاجهزه المعنيه الحكوميه بتاعه الدوله كمان معانا في الموضوع ده، علشان خاطر كلنا نبتدي نلف عجله التنميه في الكل. استاذه يوستينا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. ميرسي يا فندم، شكرا لحضرتك، نورتينا جزيل الشكر. استاذه يوستينا ثروت، مدير قطاع شؤون الجمعيات في مؤسسه حياه كريمه، بشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله حلقه جديده، تصبحوا على خير.